ده اللي احنا مهتمين بيه عشان فعلا الجمهور كله يحافظ على الاهلي في قيمته وفي معناه في اصله والكل يقتدي بيه، مش عيب. شوف الاهلي بيكسب ازاي واعمل زيه، لكن ان احنا هنقعد نحدف طوب على كل مباراه وكل نتيجه وكل مكسب وكل موقف تدور لي على حاجه تانيه، ده قصر ديل. ولو عايزين تعرفوا هو قصر ديل ليه، نسال الناس اللي مشيت من النادي الاهلي اللي هي دلوقتي ما عادتش موجوده في النادي الاهلي ومش مرتبطه بمصلحه ولا بمنفعه مع النادي الاهلي، عاشت في الاهلي زي ما عاشت في مسواه من انديه اخرى. لما خرجت من النادي الاهلي بصلوا ازاي؟ وهو دلوقتي متجرد من اي علاقه نفعيه ممكن يتهم فيها انه بيجامل او بيدور على حاجه. نشوف بعض النماذج من الناس اللي مشيت والاهلي جواها. الاهلي جواها، ليه الاهلي جواها؟ دي الرساله المجتمعيه اللي احنا معنيين بيها في هذه الحلقه. هاني العجيزي واحد من لعيبه الكوره الموهوبه جدا، جه للنادي الاهلي من نادي الزمالك، تربى في نادي الزمالك النادي الشقيق الكبير، وجه النادي الاهلي. ما قعدش كتير في النادي الاهلي، بس قال كلام كبير قوي نسمعه. النادي الاهلي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا يعني، وانا مبسوط ان انا قعدت سنتين في النادي الاهلي، كان نفسي اقعد اكتر فتره ممكنه في النادي الاهلي. انت شايف بالتجربه خلت عاطفتك وقناعاتك تتجه ناحيه النادي الاهلي. بالظبط، وخلي بالك مش انا لوحدي يعني، اي حد لو مكاني هيغير الفكره. اي حد يعني لعب في النادي الاهلي يغير فكرته عنه ويرتبط بيه اكتر. بص اقول لك حاجه، انت في كام لعيب في نادي الزمالك لعب في نادي الزمالك وراح النادي الاهلي؟ في طارق السعيد تقريبا، في محمد صديق، في اينو، مفيش واحد فيهم طلع قال لك ان انا ممكن اختم حياتي في نادي الزمالك. مفيش. ليه؟ ما برضو لازم الناس تعرف ليه. اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا اكون صريح، انا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته تانية خالص. هو هاني عجيزي وهو لاعب موهوب اتظلم انه جه في جيل العمالقه. فما كانش يعني كويس قوي انه قدر يلاقي له مساحه وهو يزاحم هؤلاء العمالقه. لكن هو من ناشئ الزمالك. أيوه. هو ما جه من فرسكور. ها؟ ايوه. كان حد جابهولي وهو صغير وما فيش نصيب. راح الزمالك، تألق في الزمالك، لكن جه مشي راح بلدية المحلة. ايوه. رجع من بلدية المحلة للأهلي. للأهلي. أتوقع لعيب زي ده يشعر إنه موهوب جدا وبعدين يمشي سنتين ويمشي بايخة. لا طبعا. يخرج بغضاضة، غصة، أبدا. يعني هو اتكلم قال لك إحنا كنا فاهمين الأهلي غلط، كانوا يعني أنت ما جبتش كل الحوار يعني. كانوا بيعلمونا إن الأهلي ده بيكسب بالافتراء وكنا بنكرهه. علمونا كره الأهلي. قال كده، قال في الحلقة دي. لكن لما رحت للأهلي، الأهلي ده في حتة تانية. هو خرج من الأهلي له موعود بتدريب في الاهلي ولا موعود بعمل، مش موعود بحاجه. هو خد سكه تانية والنادي الاهلي حياته. رغم كده لا، السنتين دول زي اخونا محمد فارس اثروا في حياته وشاف ان الاهلي في حته تانية، مش لوحده. وهاني قال لك مش انا لوحدي، اي حد جيل الاهلي من بره عرف قيمه الاهلي. من دول معتز اينو، جه للنادي الاهلي ايضا من نادي الزمالك، عاش في الاهلي فتره، يمكن زي ما المهندس عدلي قال كل دول كان حظهم قليل انهم جم في الفتره الذهبيه بتاعت الجيل العملاق، بس معتز قعد مده اطول وحقق انجازات اكتر يعني. اينو طول شويه لكنه كمان قال كلام مهم جدا نسمعه. احسن ايام حياتي قضيتها في النادي الاهلي، خدت 13 بطولة أو 14 بطولة مع النادي الأهلي في نفس الفترة تقريبا. خمس سنين. خدت 13 بطولة أو 14 بطولة. أحسن أيام فترات حياتي في الكورة. أنا بقالي 14 سنة بلعب دوري ممتاز. أجمل أيام حياتي في النادي الأهلي. ليه أجمل أيام حياتك؟
عشان خدت بطولات ولا عشان حسيت بقيمه اللعب بشكل عام؟ يمكن اللعب في الاهلي كان اقل من اللعب في الزمالك المشاركه. عشان انا جالي رباط صليبي وانا في اثناء الخمس سنين تمام. فهو ده يمكن السنه دي قعدت فيها فتره طويله، قعدت حوالي 7 شهور أو 8 شهور وسافرت المانيا مرتين ورجعت وتاهيل وكده، فهي دي السنه دي اللي ما لعبتش فيها قوي. فليه اجمل ايام حياتك كانت في الاهلي؟ اجمل ايام حياتي يعني شفت فيها كل حاجه حلوه في الخمس سنين بتوع النادي الاهلي، غير ان النادي الاهلي ذات نفسه اتعلمت منه حاجات كتيره قوي. فهي دي يعني ايه اللي اتعلمته في الاهلي ما كانش موجود في الزمالك؟ اتعلمت النظام سيستم ماشي عليه، ايا كان مين اللي ماسك او ايا مين كان مين المدير الفني، ايا كان مجلس الاداره، تحس ان الكيان ماشي على خط مستقيم كده، ملوش دعوه بقى مين موجود او مين مش موجود. دايما بيبص لقدام، دايما بيبص اللي انا عندي هدف واحد هو البطوله. يعني ما اختلفش كتير، بس في تفاصيل اكتر قالها، وانت مجهز حد تاني غير كده. يعني انا اينو بالذات مشي وهو حاسس انه عنده زي هاني، مش بالذات زي كل اللي خرجوا، حاسين انهم يقدروا يكملوا ويكملوا سنه اتنين تلاته، وبعدين بيحس ان هم لا، مش ده اللي انا اتعودت عليه في الاهلي. يعني يكاد يكون ده ألمحه في مشوار حياتهم. طارق السعيد واحد من هؤلاء النجوم الكبار، جيل النادي الأهلي بعد ما كان في نادي الزمالك واخد أحسن لاعب في مصر، انتهى عقده في نادي الزمالك وقع للنادي الأهلي، وبالمناسبة كان هو ابن من أبناء النادي الأهلي. يعني هو جيل النادي الأهلي جيل الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبعدين كان الجيل ده زحمة وقتها، السن كتير، فقطاع الناشئين حب يستبقيهم في نادي النيل، احد الانديه الصغيره في القاهره اللي كان فيها علاقه بينه وبين النادي الاهلي. يقال ان قريب توتو النجم الكبير قوي بتاع النادي الاهلي، هداف الاهلي الكبير بتاع وهو من طنطا، هو من طنطا. سيد عبد الحفيظ قبل يقعد في نادي النيل سنه ويرجع الاهلي السنه اللي بعديها. طارق السعيد لانه من طنطا ما قدرش يقعد في القاهره سنه، فبعديها راح نادي الزمالك، عمل مسيره رائعه جدا مع نادي الزمالك، خد فيها احسن لاعب في مصر، لكن لما لاحت له فرصه انه يجي النادي الاهلي كان سعيد بيها جدا، وعبر عنها بكلام نسمعه. لما خدت قرار اعتزالي حبيت ان انا اختم في النادي الاهلي رغم بعض العروض اللي جات لي من الانديه الاخرى. الفارق بقى بين سنتين النادي الاهلي و14 سنه نادي الزمالك ايه؟ بص، نادي الزمالك الفتره اللي انا اشتغلت فيها الحمد لله كان معانا جيل محترم قوي، كانت برضو الوقت اللي احنا اشتغلنا فيه نادي الزمالك كان كلها صناعه البطولات، فما كانتش بتتصدر مشاكل كتير زي التوقيت الحالي بالظبط، رغم ان كان برضو في بعض العقبات كانت بتبقى وارده في بعض الانديه، لكن فتره النادي الزمالك لما انت تكون في مكان وبتحب فيه كل حاجه ويعني اي شيء انا يعني واصله كانت معايا لدرجه المشجعين كانوا بيجوا عندي البيت، كنت لسه متجوزتش، بيجوا عندي البيت ونقعد نألف أغاني في المدرجات، يعني كنت بشجع درجة ثالثة بمعنى أصح. يمكن الحاجة الوحيدة اللي حسيتها كويسة قوي في النادي الأهلي الترابط الأسري بين اللعيبة وبعض، ويمكن دي أكتر حاجة نجحت النادي الأهلي. أول ما رحت النادي الأهلي كان الكابتن نادر السيد موجود هناك ساعتها، قال لي تدخل عادي خالص وهتحس نفسك كأنك بقالك 10 سنين هنا، وبالفعل. شوف، هو طبعا الكابتن طارق جه حوالي سنه ونص، اقل من سنتين، راح فيهم كاس عالم للانديه. لا، خد 5 بطولات ووسام. هو ومحمد صديق. خد 5 بطولات ووسام الجمهوريه. فمؤكد انه يقدر، ده من ناحيه المسيره الفنيه يعني. لكن كمان المناخ العام اللي هو شافه كان مختلف. وعبر عن هذا بوضوح. أنا عايز بس الناس تجمع من كل واحد معنى، وتجمع بقى في المعاني دي في الآخرة هتطلعوا كده تقولوا اللي بيقوله محمد فارس. واللي بيقوله شريف عبد الفضيل، اللي جه للنادي الأهلي من الإسماعيلي، الأهلي اشتراه برقم كبير من النادي الإسماعيلي، وجي دعم صفوف دفاع الأهلي. دلوقتي شريف قال إيه؟ سؤال مهم قوي، ليه رحت الاهلي ما رحتش الزمالك؟
مين مجنون ما يروحش الاهلي؟ ومين مجنون ما يروحش الزمالك؟ انا ما انا انا مجنون عمري ابقى مجنون لو رحت الزمالك طبعا. ليه؟ انا هربت من نادي الزمالك. ليه؟ وعمري ما ندمت لحظه ان انا رحت النادي الاهلي. بس نادي الزمالك نادي كبير. كبير طبعا. بس لما تيجي تقارنه بالنادي الاهلي، لا النادي الاهلي الاثنين يعني الاهلي والزمالك. انت بالنسبه لك انت، انا بالنسبه لي انا على النادي الاهلي نمره واحد في افريقيا وفي الوطن العربي وفي وترتيبه عالميا. وغير كده مين ما يحبش النادي، مين ما يروحش نادي؟ لا احنا ما نقولش مين يحبه ومين يكره. بص السيف، انت حضرتك تحب، انت لازم طبيعي 50-50. لا بالنسبه لي انا، لا لا انا بالنسبه لي فعلا الاثنين كائنين كبار. طبيعي نادي الزمالك نادي كبير ونادي عريق، ما بقللش منه اطلاقا، انما انت بتكلمني انا اختياري انا ساعتها في الوقت ده انا كان اختياري كله النادي الاهلي. مين مضاك في الاهلي؟ مضاني في الاهلي كابتن عادل القيعي والحاج محمد عبد الوهاب والاستاذ محمد يوسف وكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب طبعا اخدت اللي انت عايزه، ولا دخول الكابتن الخطيب فرق في القصه؟ كابتن الخطيب اصلا لما جه كلمني في التليفون اقسم بالله مضينا في 5 دقائق. اقسم لك بالله في 5 دقائق كنا مضينا على بياض ومشينا. قلت له يا كابتن نادي الزمالك كان جاي ورايا بشنطه ثانيه، شنطه فلوس ضعف اللي ما كنت عايز. قلت له لا خلاص هو الاهلي. يعني اصل شريف ده قصه من اكثر القصص المثيره جدا يعني جدا. ده خلاص يعني الله يرحمك يا ابراهيم يا يوسف. وقعد مع الكابتن مدحت وانا قاعد اتفرج، وبعدين يقول له روحية اتخطفت. يعني كان في مسرحيه كده لانه كان بيتكلم هو كابتن مدحت خلاص. يعني بيتكلم على انتقال شريف للزمالك. بس يعني هو كان حصل حاجه كده، فانا ما حبيتش استسلم فيها يعني، لان احنا اتحركنا قبل الزمالك فيه ووصلنا لاتفاق. والكابتن خطيب عمره ما قعد مع حد، فقعد مع رئيس النادي وتواصلوا وتموا الاتفاق. وكان اجتماع مجلس الاداره ده المفروض انه هيخرج بالموافقه على شريف عبد الفضيل في النادي الاهلي. ففوجئت مستني التليفون مستني التليفون مستني، رحت متكلم، رد عليا رئيس نادي الاسماعيلي قال لي عدلي احنا متاسفين القرار طلع لنازم. قلت له الزمالك اذا كنا احنا متفقين على كل التفاصيل. قال لي معلش هو يعني الاغلبيه ومش الاغلبيه يعني في تفاصيل كتير. قلت له طيب انا هقول لك حاجه لا يمكن رفضها، اذا كنت انت بتفكر في مصلحه نادي اسماعيلي هتوافق، ارجع تاني لمجلسك موقفهم هيتغير، لان انا كنت عارف ان الجهاز الفني كان عايز الكابتن احمد صديق. وكان تقريبا في موافقه على كده، بس ما كانش لسه يعني اتبلورت ما كانش اتبلغت يعني. فكلمت احمد صديق قفلت معاه، يا ابو حميد ايه رايك؟ قال لي بص يا كابتن عدلي انا راجل واقعي، انا راجل واقعي، الفرصة دلوقتي في الإسماعيلي هتبقى أكتر وأنا عايز ألعب عشان المنتخب وعشان ماشي. قلت له يعني لو أصروا على إنك محترم أحمد صديق جدا وعامل تجربة رائعة جدا عنده أكاديمية الأهلي في دبي، ده عنده 4 أكاديميات بسم الله ربنا يزيده يعني. راجل ولد مجتهد جدا وكل الفترات اللي لعب فيها في النادي الأهلي كان مؤثر تأثير يكفي بطولة الكاس بتاعة 4-3. أيوه لكن أنا عايز أقول لك. فقلت له طيب مين طيب، كلمت بعض اعضاء مجلس الاداره قلت لهم الجهاز الفني عايز كذا واحنا ما عندناش مانع. فانت هتديني لاعب وتاخد لاعب ومعاه 7 مليون جنيه. 7 مليون جنيه اللي هم كانوا متفقين عليهم. الاهلي خلص شريف عبد الفضيل يوم الانتخابات والانتخابات شغاله. انا ده خلصوا ايه؟ ما هو بيقول لك انا كلمت الكابتن الخطيب الفجر. ايوه خلاص بقى، لان هو اخوه كان قاعد في الزمالك وانا نبيل نبيل وانا بتكلم متواصل معاه. قلت له تقابلني عند مكتب المهندس محمد عبد الوهاب ربنا يمسيه بالخير، لاني انا كنت قاعد في شبرمنت في البيت، بس انا عارف ان انا هدير مفاوضات لازم محتاج فاكس هيتقال لي بعد جواب، لازم اخد الجواب وامضيه واختمه وابعته من مكتب، وعندي انتخابات تاني يوم الصبح في النادي، مين فضيلي في النادي؟ فقلت له قابلني في مكتب محمد عبد الوهاب، والراجل مشكورا فتح لنا المكتب حتى بتأدب منه، قعد في الاوضه الثانيه ما
رضاش يقعد معانا واحنا يعني بنتحاور بنتكلم بقى في التفاصيل، لان نبيل اخوه يعني كان نصح يعني لا كان هو مدير اعماله تقريبا، وكان بيتمسك بحاجات لانه عنده عرض اوريدي. ده هو كان قاعد مستني الاستغناء اللي اتحركت العربيه بيها، العربيه رجعت اتغيرت الاستغناء. ف الصفقه دي كانت كويسه لكل الاطراف، لان هو خلص الفجر مضى بقى وخلاص، كلمت الكابتن وبعت اخر فاكس وجالي الرد بالفاكس واتبعتت لي صوره الاستغناء والكلام ده، خلصنا كل شيء توقيعاته وكنت جايب الختم ويعني خلصنا كل حاجه. فقلت له انا دلوقتي ما فيش هلحق انام وانا عندي انتخابات، انا هطلع على النادي. قال لي وانا هطلع معاك. قلت له في انتخابات؟ لو جيت معايا ما تطلعش من الاوضه بتاعتي. انا ورفض الكابتن حسن حمدي ساعتها. لا ده وانا قاعد انا دخلت الحمام دخلوا ناس من اعضاء النادي شلوه. راحوا شايلينه على كتافه ومطلعين بيه وراحوا بالخيمه. فالكابتن حسن اتضايق قال لهم انتوا رايحين فين؟ كابتن شوف سلوك الاهلي. قال له لا ده انتخابات النادي الاهلي تخص النادي الاهلي اللعيبه هناك. ارجع مطرح الحته اللي انت كنت فيها. ورجع فاكرين ان ده هيجي هياثر في الانتخابات ويرفع الاسهم. طبعا لا دي كانوا عايزين يعملوا كده. ايوه فالكابتن الخطيب والكابتن حسن رفضوا هذا الكلام. وقلت له انا قايل لك ما فهو يمكن من حاجاته بقول لك النادي الاهلي في حته ثانيه، لان ده اول درس خده. اول لقطه يشوفها لا النادي الاهلي ما مش بتاع انه يصغر عشان ينتهز فرصه عشان انتخابات ويستفيد منها وموقف. لا 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 ما كنتش انا كعضو مجلس اداره بترشح وباخد بجدارتي ووقنتي اعضاء بيقيموني عشان أنا مش عشان انا جبت صفقه ولا جبت لعيب بالظبط كده. كانت قيمه اللاعب لكن في النهايه انت بتقيم للنادي. دي رسائل صحيح. من غير ما حد يرغي بتتقدم بشكل عملي قدام ما فيهوش فصال لانه الاهلي ده انت في احرى لحظه ما فيش كذب هنا. الكلام كان ممكن يقول له طب وقف يخليه يقف جنبه يسلم على الناس يا كابتن انت معانا بس انتخب فلان لا ما عملش كده الاهلي. فانا بقول لك شريف عبد الفضيل كان حاجه قصه طبعا بتفاصيل مش تقليديه الحقيقه. برضو واحنا على خط القناه بقى ده الاسماعيليه بورسعيد جه منها محمد شوقي واحد من افضل لاعبي خط الوسط المدافع في العصر الحديث، عمل تجربه رائعه جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر وله مباريات تدرس في ادائه كلاعب وسط يمكن ابرزها واشهرها واعلاها مباراته مع المنتخب امام البرازيل في القارات. محمد شوقي لعيب مهم جدا، واحد من اللي اخلصوا للفانيلا الحمراء وعمل اسهام كبير في البطولات. نشوف كيف راى محمد شوقي بعد كل ده تجربته مع الاهلي. يعني انت وبركات ابو تريكه وعماد النحاس واسلام الشاطر والحضري كلكم شويه الاهلي. بس يعني الناس كلها حسبان على النادي الاهلي صح؟ كنت بتحس بفرق انت وانت في الاهلي؟ خالص. مفيش كده الكلام ده اسمعه من بره بس. لا لا خالص في التوقيت ده انا ماليش دعوه بالتوقيتات اللي انا طلعت بيها بره النادي خلاص. انا بتكلم في التوقيت ده مفيش حاجه اسمها كده. عشان كده انا مش بحب النغمه اللي موجوده دلوقتي. وما شفتهاش. وما بحبهاش ان انا لما جيت جوه النادي الاهلي اتعاملت زي وانا اكني بادئ عندي 5 سنين جوه النادي الاهلي. اما انت رجعت من بره لو الزمالك طلبك كنت رحت؟ طب ما هو طلبني. ما رحتش؟ لا. ليه بقى؟ يعني ما هو طب اقول لك حاجه. طب ما انا وانا لسه في النادي المصري كان اهلي وزمالك. ايوه ليه؟ انت اهلاوي اصلا؟ اهلاوي. ده السبب؟ صعب يعني صعبه تبقى في بورسعيد واهلاوي. طبعا سبب من الاسباب. وبعدين ما ينفعش دخلت النادي الاهلي وتروح نادي تاني والنادي الاهلي النادي الاهلي عايزك. صعبه جدا. سيف الموضوع كابتن سيف الموضوع في النادي الاهلي موضوع كبير مش موضوع سهل كده بالنسبه لاشخاص وشخصيات وعقليات لعيبه انا كنت حضرتها. انا حضرت لعيبه اللي انا كنت بلعب معاهم الجيل ده كله كل ماتش بيلعبوه خايفين ان هو يلعب وحش عشان الجمهور، خايف يلعب سوري انا اسف بيلعب الفرقه الاخيره في الدوري شايف قاعد شايفهم كلهم قاعدين مركزين اكتر من قبل كده عشان خايف يبقى وحش عشان الجمهور. عشان حاجه ثانيه عشان هو نفسه هو عايز كده. طب وانت الزمالك جالك اكتر من الاهلي كان عرضه؟ اكيد طبعا هيبقى اكتر. انت يا شباب عمال تقول لي اكيد اكيد التاكيد ده يعني زمان كان بيدفع اكتر من الاهلي؟ الناس معينه بيدفع اكتر من الاهلي.
انت ليه مستغرب؟ اه كتير جدا. يعني هو له قصه برضه كابتن محمد شاوي طريفه برضه شويه. مش وقتها يعني، مش هنقعد نقضيها قصص الوقت، برنامج في حاجات كتير عايزين نخلص. لكن شخص بيجاوب بتلقائيه وصدق، كلهم تشعر بالصدق وان دي مشاعرهم الحقيقيه. طب دول مصريين سمعوا على الاهلي، عاشوا الاهلي، حسوا بقيمه الاهلي، عارفينها حتى قبل ما يجي الاهلي. طب الناس اللي مش مصريين، لما الاقي التونسي انيس بوجلبان جه للاهلي وهو كان في الصفاقسي، الاهلي جرحه زي ما جرح كل لعيبه الصفاقسي بالجون التاريخي لابو تريكه اللي جاب فيه البطوله، وكان انيس بوجلبان واحد من نجوم الصفاقسي اللي بكوا في ملعب رادس يوميها. لكن لما جه الاهلي وعمل معاه مسيره هايله جدا، خرج منها باللي انتوا هتسمعوه ده. المشكله ان هذيك نتكلم من بعد يقول لك اه والله هذا مصري وهذا ادري شنو وهذا. المشكله انه ما يتقارنوش، وكي تقول الكلام هذا يولي يقول لك مش ترد لنا، فهمني؟ معناها مالوريزمون في تونس كي تحب تحكي. يا اخي انا كي نحكي على الاهلي كيماني نحب جمعيتنا يوليو هكاكا. انا كي اول وقت لي رجعت كديريكتور سبورتيف في السي سي مع منصف السلامي، اول كلمه قلت له انا نحبه كل عام ياخذوا 10% بالاهلي، بعد 10 سنين يوليو كيفهم. لانه شوف كرويا نجموا على ماتش ناخذوا معاهم ولا على فينال، اما ما تجيبش تعمل ورا بعضه 10 سنين كما يعملوا هما. علاش هما توا 10 سنين تولى شوفهم قداش من فينال، شوف قداش من لقب. الاهلي راهو بين 2003 و 2018 توا خذوا الالقاب، خاطر ليكيب ستركتيري. مثلا انا خسرنا نهائي ضد النجم 2007، 2008 عاودنا لعبنا فينال وهزينا كوب دافري. بار كونتر في السي اس احنا خسرنا 2006 توا لعبنا كوب دافري، عملنا كان دومي فينال 2012 2013 ظهر لي ضد فيتا كلوب دومي فينال. مش فريق يقعد كل عام يلعب لك فينال ولا كل عام ولا يهز الالقاب، راهو يزن ثم ستابيليتي كبيره. كي تحكي عن النظام هذا اللي ريت يقول لك لا هذا باش يرد لنا، ما يقولش والله ناخذه من عنده اكسبيرونس وهو ولا غير ولا فلان يلعب لبرا. خاطر انا بو نحكي على الاهلي على الاقل كيب كبيره في العرب، عندنا ملاعبيه لعبت في السيتي ولعبت في الارسنال وارسنال وفي الاجاكس، وعندنا يعني عندنا ملاعبيه لعبت في برشا بلايص، ويجمو كل حد يزيد حاجه من الاكسبيرونس اللي عنده باش نكبروا. هو كبير السيسيس ماهوش، اما باش ناخذوا على الاقل النظام اللي نحبوا نوصلوا له، لانه احنا طموحاتنا كبيره. انا كي مشيت وشفت قلت انا كيفاش كنا نقفوا معاهم هذوما، كيفاش كنا نقفوا معاهم. معناها ماهوش سي با بارازار انه ليكيب هذيك خلاف شازا القاب مع الاهلي، لكن 60% منها هازين ثلاثة كوب دافريك ورا بعضهم على ليكيب ناسيونال. والجماعة حضري ابو تريكا احمد فتحي واحمد حسن ومحمد شوقي كان تيتولير، سيد معوض وش اسمه، معناها ملاعبية كبار هذوما، ستة سبعة ملاعبية لو ساتير نتاع ليكيب ناسيونال. يهزوا 2006 كوب دافريك مع ليكيب ناسيونال، يهزوا 2008 ويهزوا 2010. يعني الكلام اللي قاله أنيس مش جديد، المضمون مش جديد، كل الناس كلهم بيقولوه اللي عاشوا في الأهلي. يعني يجي قال لك يعني النادي الأهلي في تونس حاجة كبيرة، كله يقول لك النظام الإداري بتاع النادي الأهلي وكأنه أحد الأندية الأوروبية اللي بيتكلموا عليها يعني. فأنيس بيقول بان عارف جه إزاي؟ يعني كنا في لجنة الكورة مانو جوزيه بيتكلم مش عارف ايه، وبعدين قال انيس بجلبان. قلت له انت عايزه؟ قال لي انا عايزه طبعا، مش هتخلصوه ولا ايه؟ قلت له يا كابتن انا ممكن اعمل مكالمه دلوقتي واشوف هيقول ايه. سالته سؤال، انيس تلعب في الاهلي؟ قال لي ايوه. قلت له طيب هنبعت لك التذكره هتيجي؟ قال لي ايوه فورا. قلت له مبروك انت في النادي الاهلي، بالتليفون واحنا قاعدين في اللجنه. ويوم ما جه الفجر برضه قابلته وانا في الفندق قاعد معاه، ناس بقى اصحابه وتوانسه عايشين هنا من احد الانديه الثانيه موجودين، كل شويه يخشوا. رحت ايه كاتب العقود الفجر جدا، قلت له انا حصل لي الفجر يا انيس، ما تسيبش حد ياخد لك قرارك، لان انت كل ما تمسك القلم يجي لك واحد يقول لك بس مش عارف ايه. فقال لي لا 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 لا
لا لا انت هتيجي تلاقيني خلاص انا ماضي، هات هات تك 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 خلص. قلت له خلاص نقوم نصلي الفجر بقى. ف لا حاسم امره وهو جاي بس محرج من الجاليه اللي بتجيله ويقدموا له تسهيلات لحته ثانيه. لا لا ما هو مش كانش يعني هو قاعد كده قاعد يعني واحد واخد قراره، لكن انت ضيف جيت تسلم عليا بيسمعك. قلت له انا عايز اخلص الاذان جدا وانا لازم امشي بقى. يا اخي حاجه غريبه جدا سبحان الله، وكان الاذان المبارك هو كلمه سر في نجاح صفقات هامه جدا جدا جدا. خلصتها مع اذان فجر كتير. كنت بتضحك علينا تمشي من ملك وكتابه هنا اخر الليل ورايح مره تمضي وليد سليمان مره تمضي ما اعرفش ابو جلبان وليد سليمان سعيد حمدي عبد الله السعيد كلهم بالفجر تقبل الله. طيب ده انيس ابو جلبان، واحنا بنتكلم على اللي من بره مصر. لازال انيس حتى الان كل ما بنتكلم معاه عنده ذكريات وعنده مشاعر ناحيه الاهلي رائعه جدا. خلي بالك يعني انيس لحد النهارده في مواسم انتقالات بيقدم متواصل كل تسهيلات. انا لما رحت كنت رايح اجيب لعيب معين، فاللعيب ده جه قعد معايا وبعدين بدا يسوف يسيبنا وينزل ويرجع. فقلت له ايه يا انيس؟ قال لي شوف هو جاي له عرض من ليبيا. وانا شايف ان يعني هو بيسوف. قلت له بعدين؟ قال لي لا 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 انا هجيب لك لعيب واحسن منه. وراح مكلم احد الاسماء الشهيره جدا من مدربي الصف الاول والمنتخبات في تونس. فوجئت الراجل جالي برضه سبحان الله قبل الفجر في الفندق هو انيس. قال لي في لعيب في صفاقسي كذا 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 عرفته تروضوه، محدش هيعرف روضه غير النادي الاهلي، بس ده لعيب دومينيك دي سيلفا. دومينيك قال لي كله امكانيات، سريع جدا وقوي جدا ومهري جدا وهداف، بس عايز تروض. وفعلا هو عمل نجاحات كويسه، بس شخصيته عطلته. لعيب كله امكانيات. صحيح. فانيس هو ده انيس زي جيلبرتو اللي هنقدمه دلوقتي. نشوف لغايه دلوقتي جيلبرتو وعلاقته مع الاهلي، لانه كمان المهندس عدلي لما زار انجولا علشان يتعاقد في الصفقه الاخيره مع جيرالدو قد ايه جيلبرتو كان هو المسهل الاساسي ليه. طبعا. واستقبل المهندس عدلي وانجز من المطار الى المطار حبا للنادي الاهلي اللي بعد عنه من سنوات. نشوف. شفت لحظات تاريخيه مع النادي الاهلي وشفت لحظات كتير قوي جميله، لكن قول لي اجمل اللحظات اللي علمت في تاريخ جيلبرتو كانت ايه؟ صعب ان اختار اللحظات. كانوا 8 سنين فيها نصر كتير للنادي وفيها كان في ساعتها في مصندوق من مجلس الإدارة ساعدنا جامد، ومدرب كان بيتطلب مننا شغل كتير كان مستر مانويل جوزيه. فكان في كل الناس كان شغل مترابط مع بعض، المدربين واللاعبين كلهم قدروا يعملوا تاريخ مع بعض. فالنادي الأهلي ليه حجم عالمي فيستحق إنه يكسب بطولات. جيلبرتو قصة عشق هائلة، ويعني في حلقة أخرى هحكي لك مجموعة من الحاجات تخص جيلبرتو يعني وتخص علاقته لحد النهاردة ودوره الكبير قوي في موضوع جيرالدو اللي كان فيه 3-4 وكلاء نطين فيه. المهم يعني ده مش مناسبتها، لكن جيلبرتو راجل قعد سنة ونص بره قائمة الأهلي، ولما تعالج كان يقدر يروح يمضي في أي حتة، مش مقيد عندنا. وفضل البقاء والاستمرار في النادي الأهلي لأنه الأهلي فضل يعالجه وهو موجود.
زي اسحاق اول النيجيري لو تفتكروا اللي لعب مع الاهلي في بدايه الالفينات ونهايه التسعينات. اسحاق اول نيجيري اصيب في نهايه الموسم فبره القايمه، فالاهلي سفره المانيا عمل رباط صليبي فضل يتعالج في النادي وهو غير مسجل في النادي الاهلي وعنده حريه انتقال، بس الاهلي التزم اخلاقيا باستكمال فتره علاجه على افضل وجه. عارفين اسحاق اول من امتنانه باللي حاصل معاه في الاهلي عمل ايه؟ راح جاب اسرته واقام في مصر وبقى اهلاوي مصري الهوى لغايه دلوقتي. اسحاق اول من الموقف ده ما مشيش من النادي الاهلي، ما زال مدرب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي من هذا الموقف او من اللحظه اللي تعامل كمان حاجه على خلق ايه يا استاذ ابراهيم لما تقابل شوفوا انتمائه النادي لازم والله القناه تقدمهم للناس يشوفوا لان احنا بنتكلم على الاهلي قيمه الاهلي عند الاخرين عند كل الناس اللي التزمت بيه او ارتبطت معاه وابتعدت عنه اخرهم اللي جه مدرب من الاسبوع اللي فات فلافيو امادو فلافيو الانجولي الفهد الاسمر اللي ابدع وامتع جماهير الاهلي باهدافه الغزيره جدا رجع القاهرة الأسبوع اللي فات مدرب لبترو أتلتيكو الأنجولي اللي عمل تعادل مع الزمالك واللي الزمالك مسافر له يواجهه في الواندا يوم الحد. فلافيو لما سئل عن النادي الأهلي وهو مدرب بيواجه الزمالك نشوف. ذكريات أكيد كتيرة لفلافيو هنا طبعا في الأراضي المصرية ومع النادي الأهلي، بيفتكر إيه كل ما بيجي مصر؟ وكيك سيمبري ليمبرا فيندو أكي بريجيت. دائما بالنسبة له كان أربع سنين جميل جدا دائما بيتمنى يرجع يقابل أصدقائه وزمايله اللي قابلهم هنا اللي من جواه كده ومن قلبه عايز يقوله لجماهير النادي الأهلي في اللحظات وكيك كير دوسي وكورسا وكيك زير وزدب شتو على أهلي نفس مومنتش عايز يقدم حضن كبير ليهم كلهم ويتمنى لهم الحظ والنادي الاهلي النادي بتاعهم. فلافيو قصه طويله وجميله ولاعب لا يتكرر وازعم انه احسن لاعب على مستوى العالم في ضربات الراس واستخدام الراس يباصي بيها ويشوط بيها ويجيب بيها جوان ظاهرة ويعمل اسيست بيها يعني طبعا. وهو اول ما جه السر بقى اللي ما يعرفوش حد انه كان عامل حادثه موت وكان عنده بقليله هنا في دماغه كبيره نتيجه الحادثه دي ربما اثرت عليه في اول مجيه لانه بعد كده ما لهاش اي اثر قعدت مده بارزه في اورطه لكن هو لعيب هايل وشخصيه هايله. وسمعتوا رايه في الاهلي. الاسبوع ده كمان يعني احنا بنتكلم على الناس اللي بطلت كوره واعتزلت ولا زال الاهلي جواها. بنحاول نستلهم منها المعنى ايه؟ علشان نقول لجمهور الاهلي هو انتوا بتحبوا الاهلي بكل هذا العمق ليه؟